السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع آداب خطبة الجمعة. آداب يوم الجمعة يكون بالإكثار من الصلاة على النبي والاغتسال والتطيب ونظافة الأسنان ولبس الثياب الجميلة والتبكير في الذهاب إلى الصلاة. عند دخول المسجد على المسلم القيام بصلاة تحية المسجد وهي ركعتين وذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي والاجتهاد في الدعاء. كلام المصلين قبل أن يشرع الخطيب في الخطبة جائز، لكن إذا شرع الإمام في الخطبة يمنع جميع أنواع الكلام ويجب الإنصات إلى الخطبة لأن سمعها واجب، فيجب عدم الانشغال عن الخطبة بأي شيء لا فائدة فيه، فلا يلعب بهدب السجادة أو المسبحة أو الساعة أو التلفون، ولا يجوز أن تقول لصاحبك أنصت والإمام يخطب، ولا يجوز طرح السلام أيضا، ولا قول رحمك الله للعاطس، وإلا فلا تحصل على أجر وثواب الجمعة. يمنع الكلام والخطيب يخطب إلا لحاجة ضرورية كأمر بمعروف ونهي عن منكر، إلا بالإشارة عند الحاجة. إذا دعت الحاجة يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين. من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فيجب أن يصليها أربعا، ومن لم يدرك شيئا من الخطبة صلى أربعا لأن الخطبة موضع الركعتين. لا حرج أن يسأل الخطيب أثناء الخطبة عن بعض المسائل أو الكلام لإصلاح الصلاة. الضحك في الصلاة يبطلها لأنه استخفاف بالصلاة وتهاون بها، وإذا أحد تكلم عمدا في الصلاة بطلت صلاته إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا.